خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد، امشي يا ناطع انت. يعني محدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفن دي؟ انا اقعد اتنقي يا لرزه. ايه اوعوا جبزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه؟ عشان محدش فيكوا عارف انا جرى لي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ طيب ما انا هقول لكم. قول اني جامعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على خريطتي، محدش مهتم ببلدني، لا الحكومه عارفه احنا فين ولا المحافظ دي دعوه ببلدني، فاحنا عايزين نفكر في فكره تخلي الحكومه تهتم بيني. ايه؟ طب وانت ليه يا عمدي عاوز الحكومه تهتم بيني؟ يعني اذا ربما احتاجنا اي حاجه نلاقي الحكومه في ظهريني؟ احتاجنا مثلا ميه يجي يركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيبلناش مارشميلو مع ان احنا ميت كناف، احنا اولى بالمارشميلو. ايه؟ فاحنا عايزكم تفكروا. فكر انا بطلب منكم حاجه غريبه. أيوة. ايه ان انتوا تفكروا بس فكروا، واللي يجي في دماغه فكري يقولها. يلا نفكر. يا شيخ البلد يا شيخ، اصحى يا شيخ البلد. العمدة تبص علينا يا شيخ البلد. وحشتني قوي يا حجي. يا لهوي ايه دي يا حجي؟ انت خسيتي كده ليه؟ اصلي بعمل بنصايح امينه شلبايد. وايه دي يا حجي؟ ايه دي؟ دي سيكسي ماكس دي ولا ايه يا حجي؟ شيخ البلد العمدة 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 يا شيخ. ايه اللي بيحصل؟ ايه دي؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ اروح انا بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البال. ميسي انا مجمعكم لسه هنبتدي اهو. اصحى معانا كده وفوق. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا لا افضل واقف. ما بتقعد بتنام. ها ايه؟ ها فكرتوا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا بس ما لقيناش حاجه والله. ما لقيتوش حاجه؟ ايوه والله ما لقينا حاجه. بص يا حاج انا عمري ما مديت ايدي على ستات. لا مدي يا عمدي. ماني بقول لك عمري يعني ما مديت ايه؟ مدي يا عمدي. ما تفتكريش ان الكتره تغلب الشجاع. اني عمري ما مديت ايدي على ستات. بس يا حاج تعالي هنا اقعدي جنبي. تعالي هنا عشان خاطرك انت يا شيخ البلد. سيب العمده في حاله وتعالي اقعدي جنبي. اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايدي. ايه دي قاعده ازاي؟ ايه دي؟ اعتبريها الزبده اللي ما بيني. دي زبده بس اتحرقت. دي هالمورتي اللي احنا بنلمها من على الزبده ونرميه. قوم يالا من عندك. لا وقليت قوي. انا فكرت يا جناب العمده. ايه؟ فكرت في افكار ابيح اللي هي زائد 18. بتاعت ما قلت لي فكر وانا كل اللي في دماغي افكار تخينه. لا مش عايزين الافكار السخينه، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمده قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. ايوه انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير. يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه. يعني انت عندك فكري؟ ايوه عندي فكري. ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري. انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد. ايه؟ ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيكون لغايه عندين. امال ايه؟ امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، ميت كنافه طلع فيها. ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن. ايه؟ وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجوا لنا خلاص؟ يبقى احنا بقى اما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي. يا يجي لنا كده وبسلطانيه الزبادي اللي على دماغه. يا ويجي يستضيفني. ايه؟ طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو. ايه؟ ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان. ايه؟ وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين. احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه؟ هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي. بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. ماشي. يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. يا روما. Roma.
جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميكوناف، وريتها كنافي بالمكسرات، لا دي كنافة أرداح. احنا في ميكو نافي بنقابل الناس اللي في ميكو نافي اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا، اوعوا تخافوا، لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي وبيبلوا السراير بالليل وبرق قبل الصغيرين. وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ وائل؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ديه نفخني. يعني ديه مش حجمك الطبيعي؟ لا، دي قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن، ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ وائل. ايه ما الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندريه. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جاب لك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاي. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القاره اللي بنبصر فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه. انا جرالي ايه؟ جرالي اني جرالي ايه؟ ايوه جرالك ايه؟ انا كنت قاعد على القهوه عادي، وفجاه جه الجن قاعد جنبي قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوه ونسكافيه وحاجه ساقعه ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش، بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ الجن بريء، ما عملش حاجه، ما لبسنيش. الجن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج. انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كيدي. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا الجن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع، انت جديد ما انتش فاهم. انت جديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبره شكله قديم. ايه مساء الخير. يا واضح ان الجن ما اثر فيك. ايه اللي حاصل اختي؟ نفسي في جن يلبسني، مش لاقي جن مقاسي. لفيت الدنيا كلها قالوا لي مقاسك محير، لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جن مقاسك؟ ايوه. دورت في جنينه مول؟ لا ما روحتش. اروح بروح اشوف. ايوه بس ما ينفعش تقول ما فيش جن اللي ملبسني. لازم تقول الجن لبس. لازم اقول لازم انا وانا قاعد قال الجن لبسني. وانا قاعد قال الجن لبسني. ايوه ماشي. بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. الجن لبسني. ايوه ايوه. وتعصر. وتعصر ازاي؟ تعصر. ايوه يا لغايه اما تدق وتوقع. يلا يلا. هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا لا ده مش جن، ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبسني جن. يا نار نار في كوعي يا عمدي، نار في ظهري يا عمدي، نار 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 في ظهري. هرش لي يا عمدي. نار هرش لك ايه؟ ما انا هتليس عيالك. نار خلاص خلاص صح كده. الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم. ايه والله ينور. تمام تمام الحمد لله الحمد لله. ايه ومع حد غاب مش فاهمين الجن عمل فيك ايه؟ انا اتفلقت يا عمده. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمده، بشوف مراتي كلب بلدي ومع ذلك مش لاقي حد يعالجني. ما لقيتش غير الكلب الدجال بتاع القرية اللي اسمه سالم. الواد سالم كل يوم يضحك عليا ويقلبني وما يطلعش الجن مني. بس الواد سالم يعني معروف عنه ان هو بيطلع الجن من الناس. ولا بيعرف يعمل. يا واد يا سالم
ايوه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وهو ايه ده تصوير؟ ايوه ازيك يا سام؟ انا جاهز. انت جاهز عشان تطلع الجن من البقال؟ اه طبعا انا بعرف اعمل اي حاجه في اي حته. وطبعا انت الفتره اللي فاتت ما طلعتش الجن لان انا كنت مستني التلفزيون يجي. صح؟ طبعا. وما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما يجي التلفزيون. لازم يجي التلفزيون عشان نتشهر. امال هنعمل ايه؟ طيب عندك الراجل دي تعرف تطلع منه جن؟ طبعا ده اسهل حاجه بعملها في اي حته. ايوه يعني طلعت قبل كده جن من حد؟ اه طبعا كتير. يعني انت بتفضل؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف يا ابني كده. هتطلعه المره دي؟ ما تقلقش. طب يلا. ايه ده احنا لسه عملنا حاجه؟ لسه يا عم. طيب يلا. وقف. بقول لك ايه؟ ايه؟ قبل ما تطلعه ايه؟ قول له يسيب كل حاجه مكانها. وياك يخرج من حته تضايقني. ما تقلقش وقف. يلا. ارجع يا جن الاصلك. ارجع زي ما حدا ماضي وعلى الحجار رجعوا بيغنوا. ارجع. عايز اطلع مش عارف. يا نهار اسود انت في جن بجد. ايه الصوت دي؟ ده في جن. ده صوت جن. ايوه. يا نهار اسود. ايوه. انت بتعرف تطلع الجن؟ انا بخاف اصلا. امال مين الحياه تطلع الجن هتوديني في داهيه. استنى الكاميرات شغاله. ايوه. اطلع يا جن اطلع. هو ده الجن؟ ايه القرف ده؟ عمال تقول لي اطلع اطلع مش عارف. اطلع طويل واسود جوه الدنيا ضلمه مش شايف. هو ده الجن؟ هو ده. والاول مره وسقف صحفي وسقف صحفي ايه؟ صحافه جامدي. ايه؟ ان احنا لاول مره هنقابل الجن وشا لوش. انا مش عارف الناس ليه مش مصدقه ان في جن. انا جن والله والله العظيم. لو سمعت حاجه فيها لفظ الله اقسم بالله بولع مكاني. والله العظيم اولع في لحظتها على طول. اول ما اسمع الله اولع. طب ما انت بتقول والله. لا انا بقولها لو اسمعها اولع على طول. طب اقول له كده والله. والله لا لازم اللي يقولها بني ادم مش جن زي. والله ايوه المفروض اولع بقى. طب ما انت ما ولعت. لا ما انا جن مش ملتزم قوي بالتعليمات. والله يعني اسيب القعده الحلوه دي واولع. يعني انت جن؟ اه ايه فاد اهبل. يعني هتفضحنا. هديك 20 جنيه زياده بس اولع. 20 جنيه اعمل بيها ايه بعد ما اولع؟ ايه يا عمده انت هتولعوا فيا بجد؟ لا 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 انتوا فشلي كده. ما حدش هيصدقني. ايوه انتوا ممثلين فاشلين. ما حدش هيصدقني. طلع فيه. احنا عايزين فكره تانية غير فكره الجن دي. كده الحكومه مش هتهتم بيني. احنا ننظم كاس العالم. انت يا ما تنطقش يا هلا. انت كل افكارك هبل.